المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن كريب شوكولا معمر بالشوكولات والموز. سأحتاج في المقادير كريب شوكولا، قمت بتحضيره معكم في حلقة من الحلقات السابقة، ستكون الرابط أسفل الفيديو. 150 غرام من الشوكولا السوداء، حبتين من الموز. نأخذ كريب، نضع عليها شوكولا، كذلك دوائر من الموز، أقوم بتقشيره. أقطع دوائر، نغطي بها الشوكولا بهذا الشكل، نرجع الأطراف وهذا الجزء ونلفه. بهذا الشكل نضعها جانبا، نأخذ حبة أخرى، نضع شوكولا والموز نغلق الأطراف ثم نلفها. نستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية الكريب الذي لدي. بعدما انتهينا ندخلهم للفرن درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. كريب الشوكولات بالبنان والشوكولات من بعد ما وجدوا كيكونوا بهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوهم وينالوا إعجابكم. إلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا جيم وابوجي وتوصلوا مجالي ديال تابونا فلاش، نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفة جديدة. إلى اللقاء.